هذا الدار ديالكم، هذا المشروع ما جاش من عبث، هذا المشروع خدا واحد المده طويله من التفكير ومن البحث في كيفيه الانجاز ديالو، والحمد لله تاتى بالمجهودات ديال الزملاء مصطفى البحار، السي محمد الغازي، وعدد من الزملاء الاخرين في المكتب التنفيذي ديال الاتحاد الصحفي المغاربه. وما نساوش نشكروا بعض الزملاء اللي ساندوا هذه العمليه، راسهم الحاج عرب، الحاج عرب اللي كان رافقنا طيله فتره الانجاز ديال هذا المشروع من البدايه ديالو بالنصائح ديالو والنصائح الصادقه، وهذا هو المهم. الزمانه ما كتقتضيش فقط الزمانه المهنيه، بل الزمانه الصافيه الانسانيه واللي تجسدت في الحاج عرب طيله السنين اللي حنا كنعرفوه واللي بدينا فيها في الصحافه اللي كانت البدايه ديالها سنه 1993. كان الحاج عرب الاب والاخ والصديق والزميل اللي كل ما كنوحلو كنلقاو جبنا وكنلقاو. بالتالي هذا المشروع خصنا حنا الزملاء ماشي بهدف الهدف. أكيد أن افتتاح دار الصحافة اليوم كان تحدي كبير بالنسبة للاتحاد الصحفي المغاربة، وكان من النقاط اللي طرحناها في الكلمة ديال الافتتاح ديال أشغال المؤتمر. كنا وعدنا الإخوان أننا غادي أول خطوة غادي نقوموا بها هي توفير واحد الفضاء للصحفيين والصحفيات في المغرب، لأن في المغرب عشنا أزمة وعشنا تحديات وإكراهات بخصوص الفضاء اللي يمكن يجمع مجموعة ديال الصحفيين. كانت واحد وقيتها وكالة المغرب العربي للأنباء، كاين واحد النادي كنا كنتلاقاو فيه، لكني ما كانش عندنا حرية تصرف، كان عندنا هامش المناورة ضيق جدا داخل هذا النادي. وبعد الإغلاق ديالو عاشت المدينة ثلاث دار بيضاء ولا الرباط، يعني فرق قاتل بخصوص الفضاء اللي يمكن يجمع الصحفيين والصحفيات. كان الرهان ديالنا داخل الاتحاد منذ المؤتمر التأسيسي قبل ما نشرعوا حتى في تنزيل الأهداف والبرنامج العام ديال الاتحاد، هو أول البحث عن مقر وعن فضاء خاص للزملاء والزميلات فين يتلاقوا وفين يتجمعوا. الحمد لله تمكننا اليوم من تحقيق هذا المبتغى وهذا المطلب، واملنا كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم في توسيع يعني هذا النوع من الخدمات. بالنسبه من القضيه ديال الخدمات يمكن نقدمها الفضاء اللي هو دار الصحافه، كاين الى جانب المطعمه وبعض المشروبات ولا كاين خدمات تقنيه، كاين بعض القاعات اللي غيتم التخصيص ديالها للصحفيين اللي يمكن ما يكونش عندهم ما كتوفرش اي امكانيه باش يجريوا حوارات ولقاءات مع الضيوف ديالهم. هاد دار الصحافه غتوفر لهم هذه الامكانيه على مستوى يعني التصوير والتسجيل، وحتى على مستوى يعني تيسير مهامهم. تيسير ملي كنقولوا تيسير المهام هو توفير الويفي، توفير البيسي، هاد الفضاءات، هاد الخدمات موجوده عندنا في دار الصحافه. وكان امل ان شاء الله الرحمن الرحيم توسيع دائره هاد النوع من الخدمات باذن الرحمن الرحيم. اكيد كان الاخ عبد الرحمن البدراوي لانه كان مسؤول كراي نائب الرئيس، كان مهمته هو انه يقدم هذا النوع ديال التوضيحات بخصوص الخدمات المقبله. صحيح ان الاتحاد الصحفي المغربي غادي يوضع رهن الصحفيين والصحفيات واحد سياره اسعاف مجهزه بالامكانيات الطبيه المعروفه، وغادي يمكن باذن الله الرحمن غنحاولوا ما امكن نوفروا حتى بعض الدور الضيافه، لان بعض الزملاء كيجيو من الدار البيضاء، من مراكش، من طنجه، من فاس، ما عندهمش فين يكونوا وكيلقاو كيبقاو في احراجات، وكاين مشكل مطروح حتى على مستوى الفنادق. حنا في الاتحاد باذن الله سنعمل جاهدا لتوقع اتفاقيات مع المجموعه الوطنيه ديال الفنادق لتيسير عمل مهمه الصحفيين، لان حنا مقبلين على تحديات واكراهات قويه على مستوى تنظيم كاس العالم، كاس افريقيا، ومجموعه ديال التحديات اللي كتعرفها المملكه المغربيه قاريا، جهويا، دوليا. وبالتالي لابد بالنهوض بالوضع المادي والاجتماعي الصحفي للقيام بدوره كما ننشده. وبالتالي احنا في اتحاد الصحافه المغاربه مهمتنا هو الجانب المادي والاجتماعي، وان شاء الله لنا رغبه اكيده في انجاح التوجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.